سامي الشيخ، مرحبا بك. يرحم عليك ان شاء الله خير. والله حبي لداي، وانا زاهر زمني خلاص عاجب، انا يعني امشي على السوق الساعه بعد شويه، بس انا دير اقول لك يعني مرينا بازمه صعبه دير بتاع الشبكه، وانت براك قدرت الحوارات المره اللي فاتت، انت قرات خلينا القضيه اللي جبناها فوق لان انت كانت كتبت كتاب. من ضمن القضايا اللي تكلمت عن الكتاب اللي هو القضيه بتاع الهويه في السودان، لذلك برزت الاشكال بتاع ان احنا نطرح القضيه بتاع التغيير، وانت زادت في كتابك انت تحدثت، فمرحبا بك، في حد تعليقات؟ هي غصب رايك الكاتب. ايوه شكرا جزيلا، وتحيه لكل المتحدثين، وتحيه لك طبعا ولكل المشاهدين. والموضوع طبعا هو معقد جدا جدا، يعني بطريقه عجيبه جدا. يعني انا كتبت في الكتاب طبعا، انا صرت اسئله وصرت حاجات، يعني ناس الناس بتعايل، يعني مثلا القضيه حقت التبييض، انا بشوف انه التبييض ناس الناس بتعرفونه بالعرب او بالخويات او كده، في حين انه في حاجه في نفس طبع التبييض هي نفسها برضه اسمها الهويه، اسمها قاعد تذكرها. عشان كده احنا لما نجي نحل الحاجه بنحلها كلها مع بعض، نحل حاجه ونخلي شيء، اللي هو التبييض ده معاه تاني اللي هو مثلا التغيير بتاع الشعر، الباروك او الباروكه يعني، او الشعر الواحد يزرع شعر وكده، يبقى شعر ناعم وكده، هو ده برضه عدم اعتزاز بالهويه بنفس الغدر يعني. والموضوع بتاع السودان ده زي ما قلت لك معقد، يعني حسب مثلا الناس بيقولوا العرب في السودان، العرب في السودان هم مضطهدين ذاتا، يعني كيف مضطهدين؟ يعني احنا مشكلتنا ما مع عرب الجزيره العربيه ومع الدول العربيه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه حتى نحن يعني عارف العفيف في 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 شمال السودان، وفي عدد الكعبه ونحن كنا حاربه، ده طبعا الناس يعني عارفه الحياه اللي تحت البنغال، ونحن بيقولوا فوق هنا عم نخاف منها، مثلا يقول لك ده فرق شايقيه، ده فرق جعليين، ده فرق طناغله وكده. يعني في نفس الغدر فيه يقول لك ده عرب جعليين وده عرب طناغله، يعني الناس ما عارفه. فيبقى المشكله الحل بيجي على قدرها. كيف؟ احنا يعني بنحيي كل الثوار اللي شالوا السلاح وناضلوا، وهم جابوا يعني عرفنا احنا ازمه الهويه وعرفنا بعد كده فضل لنا حاجه النضال المدني. ليه النضال المدني والكفاح المدني؟ لانه احنا في عندنا دساتير، عندنا اتفاقيات، وعندنا حاجات كثيره. بقى لازم يعقوبها شغل بتاع مجتمع مدني، اللي هو شغل المجتمع المدني ده، او شغل المجتمع المنظمات الاهليه بيجي عشان يأغلم الدستور مع الواقع. ما في قانون يعني بيقول انه الزول العامل لونه ابيض انه ما يشتغل في مكانه او ينقص من حق المواطن بتاعه. كويس؟ بمعنى يعني اذا الناس نظرت في في في, في اي الناس تقول انا قالوا لي عرب وانا قالوا لي عربي وانا قالوا لي ما بعرف شنو، في محاكم والناس ترجع للقانون عن طريق مجموعات الضغط عشان تشيل الحياه دي بعد يوم. يعني احنا فضلنا بعد كده كفاح مدني عشان نغلم القانون والدستور المكتوب ده نخليه في الواقع، وده ما بيجي الا بالناس اللي ضافر جهود مع بعض، والناس تستلهم على الافكار بتاعت يعني مثلا الرجل العظيم مارتن لوثر كينج والكفاح المدني، والناس طلعت لانه يعني يشيلوا الغبليه والحياه دي. يعني مثلا السودان حاليا انا عارف كويس جدا مهما انت يعني عملت بيضت وشك او كنت زول ازرق انت بالقبيله، يعني مثلا اذا جبت زول عامل وشه بكريم ما حيشغله في حته، لانه حيقول ده بدا قبيلته شنو؟ حيجيبوا زول من قبيله اللي هي القبائل اللي هي المسيطره، حتى لو لونه اسود مني انا ده وده لونه فاتح بالكريم ما حيشغله، او لونه فاتح بالكريم ما حيشغله، حيشغل الزول الاسود ده، لكن ده لانه عامل كريم، وده غلط طبعا. يعني الناس عايزه العمق بتاع الحاجه، يعني الناس مثلا ما تقول احنا عايزين القانون ده والحريات والحاجات دي تعامل الناس كلها واحد، يعني فاتح لونك ما فاتح لونك كده اصله ده ما اشكال. المهم القانون بيقول شنو؟ القانون انا عندي القانون كعب في حالات، القانون كعب في حالات انه انا عشان مسيحي يقوم يشغلوني، لا انا راضي عشان اشغل المسيحي. استاذ الشيخ هاي سامي معلش جونكور بدا نايف، وطبعا كان يشتغل لا ما في